السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب بخير. اليوم مثل ما تشوفون بسرعة مريت على اختي واجيت انا وياها هنا لهذا المحل. اول مرة ينزل ديكور رمضان هذا الفيديو من التيك توك. صراحة كنت اقلب على التيك توك وشفت هذا الفيديو وكلش يعني فرحنا وانا واختي من اول مرة ينزل ديكور رمضان. ف يعني هنا مثل ما تشوفون هذا الديكور، صراحة لقينا يعني مخلصين مو هواي اغراض، بس ان شاء الله يرجعون يجيبون. واخذت كم شغلة من عنده. قال يجيب بعد جينا العربي عينا لقينا عنده. اهلا وسهلا بكم بنات، مثل ما تشوفون اليوم راح اراويكم بعض المشتريات اللي اشتريتها في رمضان من هذا المحل اللي كنت فيه. فاول شيء خذت هاي من عندهم اللي اضوية رمضان كلش حلوة، هاي شكلها. ثاني شيء اخذته هذول اكياس يعني هاي ورمضانية، هم كلش حلو اني اخذتهم. واخذت هذني نفاخات رمضانية ان شاء الله اسوي ماجينة برمضان اسوي منها. وهنا اخذت مفرش مال طاولة نص الطعام كلش حلو عجبني هم اخذته. عندي مثل المدخل اريد اعلقها بي يعني هم اسويها ديكور حلو. وهاي نجوم، وهاي هم هاي طلبتها من الامازون لوحة مكتوب رمضان مبارك، عندي اعلقها على الحائط هاي شكلها كلش طويلة. هاي رمضان مبارك. ثاني شي جبته هاي هم طلبته من الامازون لل كراسي مال ميز الطعام، لان انا راح اسوي ديكور ازرق وذهبي فاخليه ينغطى للكراسي. هذا جبته يعني مثل يعني فانوس رمضان، فهذا راح يعني الونه اغير الوانه، فان شاء الله تشوفون بالفيديوهات الجايه راح اسوي لكم يعني فيديوهات مثلا اصنعوا معي ديكور رمضان، فان شاء الله راح اسوي هيك فيديوهات. وهنا عندي هذا النيل الخشبيه اللي نجوم، هاي جبتها من غير محل. فهنا عندي هاي الملمع الازرق، وهنا هم الملمع الذهبي، فراح يعني الونهم يعني اسويهم لون واحد ذهبي واحد ازرق. وهاي عندي هم اريد اكتب رمضان كريم هنا انا واعلقها. وهاي هم جبتها تقريبا متشابهه حسيتها رمضان. هاي هنا عندي الكتابات الذهبيه مثل ملصقات صغار احرف اريد يعني اكتب بيها رمضان مبارك. وهاي هم عندي هاي ورق ازرق هم اريد اسويهن رمضان ديكور، وان شاء الله راح تشوفون بالفيديوهات الجايه. فبس هاي حبيت اراويكم الاغراض اللي جبتها، وهاي مو كلهن، هم راح ارجع اجيب اغراض